والله كما شفتوا أنتام معنا بها من نافع والماتش ذينا 4-5 أهداف فارق. بعد ذلك الكونسنتراسيون طاحت شوية، ذاك اللي خلى الزمالك خذت الفارق في آخر ماتش. كورة زوز حكمه في الماتش، كانت بلو كالم أكثر منا في الأتاك. الله غالب، حرام البطولة هذه تمشي بين يدينا. نعتذر من جمهور الترجي الرياضي التونسي، إن شاء الله فرصة قادمة.